Dear students, welcome back ورحلة ال100 سؤال. تمام؟ عندنا كنا بدأنا احنا خدنا قبل كده أسئلة situations، خدنا أسئلة mini dialogue، دلوقتي بنتكلم على أسئلة situation، أسئلة ال choices. تمام؟ احنا خدنا طبعا أسئلة كتير جدا choices قبل كده، دلوقتي بنكمل. السؤال الخامس عندي بيقول لي electricity is produced in A or an space station. كهرباء بننتجها فين؟ يقول لك is produced بيتم إنتاجها in A or an space station. محطة الطاقة بنسميها ايه؟ Yes right. Power station. شطار. Power station. Number 6. I expect. أتوقع. تمام؟ Space you at the weekend. دخلنا في الجرامر. شطار. ده الوحدة الأولى. I expect space. قلنا الناس كلها عارفة لما بلاقي كلمة expect عارف الإجابة بتاعتي. will ومين والإنفانتيف. أوكي؟ نشوف مع بعض. Yes. Electricity is produced in a power station. I expect I will see you at the weekend. طبعا هنا expect قلنا مجرد prediction تنبؤ، عشان كده استخدمنا will والمصدر. Yes. Number 7. The film space at 7:30 this evening. الناس كلها بتقول تفتكر مع بعض ان المواعيد اللي موجوده تايم تيبلز، مواعيد السينما، المسرح، مواعيد الباص، مواعيد الترينز، القطارات زي ما قلنا، او عندي كمان البلينز الطائرات، جدول الحصص كمان، جدول الدوري، الحاجات دي كلها مواعيد ثابته، عشان كده طبعا بنستخدم بريزنت سمبل مضارع بسيط اللي هو التصريف الاول للفعل، وكلكم عارفين ذا فيلم سنجلر يبقى بالتاكيد قوي، وي ويل اد اس تو ذا فيرب، ذا فيلم ستارتس، الفيلم يبدا. نمبر 8. How space times. times بعدها كم عدد المرات؟ يبقى بالتأكيد مش how much. right. Have you seen that film؟ يبقى عندي الإجابة الأولى starts والثانية how many. جمع بعض أحبائي. yes. as you can see here the film starts at 7:30 this evening. وبعد كده how many times have you seen that film؟ أقول بسرعة كده يا أحبائي كمان عشان ناخد إيه؟ أكبر قدر ممكن. The distance from here to Cairo. المسافة من هنا للقاهرة. المسافة يترمى مفرد ولا جمع؟ حتى لو قلت لي 5 كيلومترز 5 كيلو مثلا is قلت is أنا أهو تلقائي قلت is a short way. تمام كده؟ to drive مسافة قصيرة إنك تسوقها يعني أو تقود فيها سيارة. طيب هنا قلنا إيه طبعا كلمة is in some places wood في بعض الأماكن خشب. وعندي burn الخشب يحرق ولا يحرق؟ قلنا is burned يتم حرقه مبني المجهول passive voice. الخشب قلت خشب يحرق تبقى is burned. طبعا to ايه؟ to heat people's homes يعمل تدفئه، عشان كده شفنا is وشفنا كلمه is burned passive voice. again when I was at school I won a poetry writing. لما كنت في المدرسه فزت بايه بقى؟ writing competition كتابة شعر يعني a writing أو a poetry writing competition مسابقة كتابة شعر. كلمة competition معناها مسابقة. تمام؟ Number 2 she sent me the report as an email. بعتت لي التقرير كإيه بقى؟ كمرفق. مرفق يبقى كلمة إيه؟ attachment. شطار. تمام؟ here competition و attachment. Number 3 The little girl doesn't want to sing because she is. مش عايزة تغني. إيه بقى؟ innocent بريئة، secret سري، spy جاسوس، ولا shy خجول. خجولة طبعا. My favorite musical الآلة الموسيقية المفضلة. player ولا instrument ولا tool ولا equipment. حد يسألني tool أداة، equipment معدة. instrument آلة موسيقية، دايما الآلة الموسيقية بستخدم كلمة إيه؟ musical instruments. تمام؟ إجاباتنا عندنا هي ظاهرة، الأولى كلمة shy والثانية instrument. Then we have number 5 the cover of my book is made of. The cover of my book is made of glass, rubber, cardboard or wood. Number 6 We arrived half an hour late. The film space or have an hour earlier. Okay? هلا عندنا في choices. The cover of my book is made of cardboard. And again, we arrived half an hour late. The film had begun. قبل وصلنا الفيلم كان بدأ an hour earlier. قبل وصلنا بنصف ساعة. Again we have Agatha Christie's books spaced into more than 40 languages. عارفين الكتب بتاعت أجاثا كريستي ترجمت تبقى ايه؟ passive voice. كتاب مش هيترجم نفسه. passive لازم verb to be تصريف تالت. اللي هو طبعا عندي متوفر في مين؟ في A متوفر في D. لكن طبعا مش قاعدة تترجم بقى دلوقتي، لا خلاص. أو ممكن يحصل نفسك في خدت ايه؟ present perfect have been translated. The Romans space Petra, البتراء مدينة في الأردن nearly 2000 years ago have captured were captured هم طبعا بالنسبة لنا active هم الفاعل، يبقى بالتأكيد ما يكونش verb to be. had captured عندي كمان كلمة ago في الجملة، يبقى بالتأكيد past simple تصريف تاني للفعل. إجابتنا بقى هتبقى أجاثا كريستي's books have been translated into more than 40 languages. The Romans captured Petra nearly 2000 years ago. Again we have number 9. Your train leaves in 10 minutes. If you hurry, you space it. Catch, will catch, would catch, are catching. And number 10. If I am thirsty, أشعر بالعطش, space water. I'll drink, I would drink, I am drinking, I drank. مفيش present simple. الناس تقول لي دي زيرو، لا لاحظ مفيش present simple في بواب الشرط، عشان كده اختار اذا كان if وعندي am present simple يبقى الناحيه الثانيه will والمصدر اللي هو type 1. اوكي هنشوف مع بعض احبائي. yes will catch الناحيه الثانيه، طبعا ده كله قرأت if. ليه؟ if your train leaves في الجمله رقم 9 leaves present simple، يبقى اللي بعد if هيكون ايه؟ ها انت منس if you hurry او بعد بعد كلمه if you hurry بعد if هنا كلمه hurry present simple، يبقى الناحيه الثانيه will والمصدر you will catch. قرأت if في الجزء الاخير if you hurry you will catch. if وبعد كده hurry present simple يبقى بالتاكيد الريسبونس او جواب الشرط يبقى will والمصدر. نفس الكلام موجود في رقم 10. if I am thirsty if وبعد كده am present simple يبقى الناحيه الثانيه will والمصدر لعدم وجود طبعا المضارع البسيط له كلمه drink مش موجوده، عشان كده ما اقدرش احتسبها zero conditional. وبكده احبائي نكون اكدنا كمان في الاخر على قاعده if اللي هو type 1، وقلنا لو في if طبعا عارفين if اخواتها كتير provided providing provided that وهكذا، وكلمه on condition كمان حد يقول لي as long as in case كل الكلام ده ممكن ابدل مكانه كلمه if مفيش مشكله خالص. وبعدين بيجي دايما بعديها اذا كنا تايب 1 بنحط بريزنت سمبل والناحيه الثانيه بيبقى عندي ويل والمصدر. ويل طبعا تستبدل بمين؟ ويل كان ميك شال مفيش مشكله. كمان نوهنا كده بشكل بسيط جدا على الزيرو كونديشنال، قلنا بتبقى دايما ساينتفك فاكتس حقائق علميه، ممكن تبقى كمان هابتس عادات. والمثال الشهير بتاعنا لما قلنا if we heat water قلنا it boils. heat water مضارع بسيط، boils الناحيه الثانيه مضارع بسيط. if you feel tired you go to bed. feel present simple go to bed present simple. اوكي يا احبائي طبعا لاحظنا احنا كده طبعا ما خلصناش الرحله بتاعه ال100 سؤال، ولكن قلنا جزء كبير جدا جدا من الاسئله اللي كانت خاصه بالثلاث اسئله الاولى في ورقه الامتحانيه. السؤال الاول زي ما قلت تاني بيبقى عندك 4 daily life situations، 4 مواقف حياتيه مطلوب منك تدي ابسط واقصر اجابه. السؤال الثاني دايما بيبقى عندك الميني دايلوج، 2 ميني دايلوج، واحنا في ثالثه قلنا هنأكد شويه وركز شويه مع مين؟ مع الفانكشن. تمام؟ بيبقى عندي بليس نص طبعا درجه، سبيكر ايه نص، سبيكر بي نص، بعد كده ايه الفانكشن هتبقى في نص بقى درجتين، والموقف كمان في موقف ثاني درجتين، يبقى السؤال كله من 4 درجات. تمام؟ هنا بالنسبه لك مسموح لك ممكن تكتب طبعا هنا في ايه؟ another answer تدي اجابه اخرى. طبعا خدنا كمان تشويسز، وعارفين سؤال التشويس مبني في الاساس على كم الفيركاب والجرامر اللي احنا درسناه في المنهج بتاعنا. فانا عندي هنا بيبقى كام؟ 16 جمله. المفروض طبعا يبقى فيه 8 sentence based او statement based on grammar and the other 8 are based on vocab. 8 على الجرامر و8 على الكلمات. مهم جدا تذاكر او تقرا زي ما قلت كذا مره، تقرا النص بتاع الريدنج وتسمع كمان الليسننج اللي احنا عاملينه في كايرو دار عشان تشوف الكلمات الجديده دايما تبقى موجوده في الاختيارات. تمام؟ على وعد بلقاء ان شاء الله مع اسئله جديده. احنا لسه عندنا كمان فايند ذا ميستيك، وعندنا كمان كومبرينشن باسجز، عندنا في ترانزليشن، حاجات كتير جدا جدا، ولكن في وقت لاحق باذن الله. Until we meet again, good luck and goodbye.